مساء الخير لكل متابعي قناة الزيتونة في هذا الموعد اليومي من الحصاد الاثنين الجمعة انطلاقا من الساعة 7 وإلى حدود الساعة 8:30. جملة من المواضيع نتناولها اليوم: تواصل الاحتجاجات الجهوية، القروين اليوم تنتفض وتنفذ اليوم إضراب عام جهوي للمطالبة بحقها في التنمية والتشغيل، المطالبة أيضا بتنفيذ قرارات المجالس الوزارية لسنتي 2015 و2017. الموضوع هذا باش نتناولوه في جزءنا الأخير مع النائب عن ولاية القروان مفيدة العبيدي. الموضوع الثاني باش نرجعوا على موضوع اعتبروه واعتبروا البعض بأنه فضيحة الدولة بامتياز، دكاترة معطلين على العمل يتعرضوا للعنف والغاز المسيل للدموع في باهو وزارتهم اللي المفروض باش تكرمهم باعتبارهم نخبة المجتمع وعقلها المفكر. لكن في موضوعنا الأول باش نرجعوا للمنظومة القضائية، المنظومة القضائية لو صفى عميد المحامين إبراهيم بودربالة بأنها في خطر. إضراب للقضاة عنده تقريبا توا 3 أسابيع يشل المرفق العام، يضاف إليه اعتصام لكتابة المحاكم اللي استعدوا غدوة لتجمع ضخم أمام وزارة العدل لتقديم مبادرة تشريعية يقولوا وللاحتجاج. وش نشوفوا أسباب هذا الاحتجاج مع عبد الرؤوف الشريف رئيس جمعية الصداقة لكتابة المحاكم. مرحبا بك عبد الرؤوف. شكرا. خلينا في البداية نشوفوا تقريبا مطالب هذا القطاع في التقرير التالي ثم نعود. تفضل. تعيش المنظومة القضائية خريفها غير المسبوق، عطلة كاملة للمرفق القضائي وغلق تام لكل محاكم الجمهورية. القضاة في إضراب منذ 3 أسابيع، التحق بهم كتبة المحاكم منذ 24 نوفمبر الماضي ليزيدوا من تأزيم وضع أصبح عبئا على مواطن انغلقت أمامه كل السبل بسبب الاحتجاجات والإضرابات. عملة المكاتب الذين يعتزمون يوم غد الجمعة تنظيم اعتصام عام أمام وزارة العدل لعرض مبادرة تشريعية بمساندة عدد من النواب يطالبون بسن تأجير خاص بكتبة المحاكم وسن قانون أساسي ينظم المهنة. المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وفي بيان شديد اللهجة وجه نداء لكل الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية والاتحاد المغاربي لكتاب الضبط بمساندة مطالب القطاع لتجفيف ما أسماه منابع العنف والعدوان والتعصب المبثوث في كل أركان وزارة العدل. الجمعية تعتبر أن القدر وضعهم في مواجهة أقوى رموز تيار الردة والجبروت الجاثم على صدر الوطن، منددة بردود فعل وزير العدل التي لا يمكن أن تصدر حسب ما جاء في البيان عن رجل دولة ضرب بمطالب وأحلام العدليين عرض الحائط. وحذرت الجمعية من التنكيل بكتبة المحاكم باستعمال التسخير والضرب بحقهم في استعمال الإعلام العمومي حسب نص البيان، مطالبا بفتح حوار عاجل بمشاركة جميع المتداخلين. سي عبد الرؤوف، مرفق العداله مشلول، كملتوا عليه انتم، كملتوا سكرتوا المحاكم اون فوا بور توت. اليوم قررتوا منذ 24 نوفمبر خوض اعتصام داخل باهو المحاكم، واليوم قررتوا اعتصام مفتوح ويرفق بتجمع عام غدوه ان شاء الله. شنو اسباب هذا الاحتجاج؟ اول حاجه خلينا نعرفوا برويحنا الساعه قبل كل شيء، ديما كي ندخلوا الديار ندخلوا نعرفوا برويحنا. عبد الرؤوف بوشوشه رئيس جمعيه الصداقه لكتبه المحاكم، عدلي مالي اداري، هي جمعيه ذات مصلحه وطنيه تهتم بالشان العام، وثاني حاجه بالشان القضائي. احنا اول حاجه من مشنا قاعدين نعطلوا في الشعب التونسي، بل نحن اليوم جينا استفينا مع الشعب التونسي. اليوم المفهوم العام لدى العامه اللي كتبت المحاكم وقفت المرفق العام. لا كملتوا ساهمتوا، كملتوا سكرتوا المرفق العام، هو مسكر المرفق العام، لكن انتم كملتوا على مرمتوا. لا لا، احنا بالعكس، اليوم نحن استفينا مع الشعب التونسي في الصف نتاعو. علاش؟ على خاطر احنا اليوم طلباتنا ماهيش طلبات مادية بحتة، القطاعات الكل تقول أنا ماهيش طلبات مادية، بل هي طلبات أدبية أولا. وثاني حاجة، راهو اليوم نحن كي شفنا ثم موضوع صندوق جودة العدالة، رينا أنه يمس من المواطن كالضعيف وكالمرأة اللي بيجي تقدم قضية وكالمواطن اللي يجي بيجي. خلينا نوجع على صندوق جودة العدالة اللي أنتم طرحتوه من ضمن النقاط نتاعكم أنتم. المحامين أيضا متضررين وما شاركوهمش في المشاورات حول صندوق جودة العدالة، لكنهم ما أضربوش وما وقفوش العمل. معنا كنا بإمكاننا أنه نطالبوا
من غير ايقاف العمل. انتم عندكم طالبنا ببلاغات جوده صندوق جوده العداله وجمله المطالب اللي قلت انت ماهيش مطالب ماديه، كنتوا تنجموا توصلوا العمل وتخليوش المواطن ضايع. اليوم الموقوفين ما يلقاوش شكون يلخص لهم الاحكام، اليوم المواطن ضايع ما بين الادارات ما يلقى ما يعمل، المحاكم كلها مسكره. صحيح. نعم احنا اليوم راهو الموضوع اللي نحكيوا عليه ماهوش موضوع يهم كتابه المحكمه بامتياز. احنا اليوم نحكيوا على مشاغل ومشاكل المواطنين، ونحن خدمتنا ان نساهموا في قطاع العدل باش المواطن ياخذ حقه. راهو الكاتب هو شنو هو معناها، هو ضمن الهيئه القضائيه. نعم. واحد من الهيئه هو نعم. شاهد شريف على ساحه الاجراءات، وراهو هو كما يقول الفصل 105 من الدستور المحاماه شريكه في قامه العدل. الكتابه المحكمه هي شريكه حقيقيه في قامه العدل، مش حد فيها، وذي راهو موجود موجود قانونيا، وتقولوا المجلات والنصوص القانونيه الكل. اليوم احنا خذنا المعركه ذي بناء على السيد خطاب السيد رئيس الحكومه اللي قال باش نعمل قانون اساسي للسيد القضاة. بمجرد انه قال كيكا عندنا اوامر، نحن منظمه للمهنه، احنا من 1803 تخلقنا بامر، ما عندناش قانون اساسي. تنجم تمسنا احنا القانون اللي يجي جديد في الاوامر 420 لسنه 2018 والامر 395 لسنه 2018. نعم. اللي يفصل بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه، يلزم ثم تناغم بين السلطتين. اذا كان ما ثماش تناغم بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، ما دونك ما فماش عدل، لوين العدل؟ ومش نلقاوه. صحيح. هو ما يشك حتى حد في عداله مطالبكم، وما يشك حتى حد في دستورية حقهم وحقهم في الاحتجاج، هذا ما يشك فيه حتى حد. ولكن اختياره ولا التوقيت، أنا نعتبر واحد من الناس أنه وبرشا يعتبروه أنه أولا توقيت خاطئ، خاصة أنه تزامن مع تعطيل مرفق قضائي من طرف القضاة. ثم خطابكم، أنا أعيد خطابكم حتى في بياناتكم كانت شديدة اللهجة، تحكيوا على تجفيف منابع العنف والعدوان والتعصب المبثوث اليوم في كل هيكل في أركان وزارة العدل، وتحكيوا على الوزير معناها بأنه معناها زاد كيف معناها عنده مشكلة معاكم معناها في السيد الوزير. احنا الجمعية قدمت خدمات جليلة لفائدة وزارة العدل. إلى حد الآن قد ما بعثنا له مطالب، قد ما بعثنا له مبادراتنا، عمره ما سمعنا. وهذا يستحق اعتصام مفتوح لا اعتصام. أول حاجة دعت عليه الجامعة العامة العادية تبع الاتحاد عام الشغل، وأحنا بيدنا فوضناها باش هي تكون تحكي على المطالب المادية. الهياكل القطاعيه اللي موجوده. المطالب الماديه شنو طالبينها انتم؟ المطالب الماديه هي جيت اول حاجه القانون الاساسي. اول حاجه هي راهو متفاهمين القانون، نحكيو عليها القانون الاساسي وسلم تاجير خاص. نعم. لضمانه المحاكمه العادله، راه باش تضمن محاكمه عادله وتعطي هسل معناها، خاطر راهو جهاز القضاء راهو فيه برشا متداخلين. نعم. من قضاة، من كتبه، من محامين، من عدول المنفذين، من عدول الشهد، هذا الكل يساهمون في قامه العدل، ضمانه للحقوق نتاع المواطنين. واحنا اليوم نحكوا على حقوق المواطنين. نعم. المطالب الماديه اللي تهمكم انتم شنو هي؟ مع نظام التاجير، شنو المطالب الماديه؟ نظام تاجير خاص نحن بينا، حطنا في نظام تاجير خاص وحدنا بعيد، خاطر راهو الكاتب زاد عنده زاد اجراءات راهو في بعض الدول والتجارب المقارنه. الشكل نتاع القضيه تبدا عند كتابه المحكمه. نعم. القضاء يجود الاحكام، وإذا كان نحكيه على جودة العدالة باش المرفق يكون فيه تجويد وتقصير زمن القضاء. اليوم القضايا زمن الفصل فيها طويل. نعم. علاش؟ خاطر ما ثماش إيفيكاسيتي دي لا جوستيس. اليوم إذا كان نحب نعملوا جودة العدالة، نقعدوا على طاولة حوار مع سيد وزير العدل ويطلقوا إيدينا نحن اليوم باش نخدموا القطاع. نحن نخدموه فوق راسنا ونخدموا المواطن فوق راس، احنا لفايه المواطن اليوم موجودين. اتحلت هالمعركه هذيا مش على خاطر كتابه المحكمه، على خاطر المواطن وخاطر الفصل بين السلطات، ما هو قضائي وما هو تابع للسلطه التنفيذيه. انا تابع للسلطه التنفيذيه. نعم. مش لي موجود في المجلس على قضاء. دونك اليوم انا نخاف لانت تعمل قانون اساسي ترجعني انا تحت سلطه، فهمتني، معناها النيابه العموميه جهاز الادعاء العام. تولي عندي مشكله في الفصل بين السلطات. نعم. انا اصلي شاهد زور، معناها شاهد مش زور، شاهد وكاني مشيت على مشاهدات اللي هي تهزني في ثنية. نعم. خاتم. سعد الروف، انتم الاحرص على تطبيق القانون، هذا لا يشك فيه احد، لكنكم في بيانكم انتم حذرتوا من التنكيل بكتابات المحاكم وباستعمال التسخير. يعني مش رافضين التسخير. يعني السيد الوزير راهو كي مشيت الاتجاه نتاع الجامعه العامه العاديه تبع الاتحاد عام الشغل. نعم. في الاتجاه هذايا وطلبوا التسخير راهو مرفوض. احنا مساندين الجامعه العامه ومساندين المطالب نتاعها، لكن احنا عندنا مطالب اون باراليل
ارتقينا بالمطالب مشينا في اتجاه اخر اللي هو ضمان المحاكمة العادلة. لا نحب نعرف علاش رافضين التسخير وقت القانون الفصل 13 من الوظيفة العمومية، الفصل 41 من مجلة المحاسبات. أول حاجة الإعلام به لفترة، أول حاجة فيه إجراءات وفيه فصول. إي تحترمها الوزارة هذه الإجراءات وما وقانونيا ما عندكمش حق أنك ترفضوا التسخير. أول حاجة أقرته المحكمة الإدارية في استشارة للسيد المهدي جمعة كان في بالي، كان أقرته وقالت أنه التسخير مسألة قانونية ولابد مصالح الدولة أن تمشي، مصالح المواطنين أن تمشي، ما تتعطلش إلى أجل لا لا, لا نهاية له. خلنا نفهموا حاجة، المحاكم إدارة قضائية. نعم. ما هيش مرفق عمومي، الاستشارة جت على المرفق العمومي تفرق. لا قانون الوظيفة العمومية واضح الفصل. القانون 112 بتاع 83 والفصل 41. لكن لهنا تحكي على محاكم. ما جبتش على الإدارات نتاع الدولة، الإدارات ينطبق عليها، لكن تحكي على المحاكم عندها صبغة قضائية. لهنا تختلف في الرأي. هذا اجتهادك أنت على كل حال. هو القانون واضح. هو القانون هذا. أنتم قدوش تطرحوا مبادرة تشريعية سي عبد الرؤوف تقريبا، ما نحبش ندخل في تفاصيل هذه المبادرة، لكن ليش ترمي هذه المبادرة؟ المبادرة هذية غديك إن شاء الله بإذن الله أنا باش نعلن عليها. فهمني اليوم خاطر ما كملش النصاب نتاع المكتب التنفيذي وكان اكتمل النصاب راني علنت عليها تويكا وعطيكم وعطيت سبق فهمتني، لكن ننتظر المكتب التنفيذي غدوة اللي يكتمل النصاب ليتم الإعلان عنها إن شاء الله. ما تعطيناش فصولها ولا جزئياتها، أعطينا الأهداف نتاعها والمسار نتاعها العام، الفلسفة العامة معناها ليش ترمي؟ تحسين جودة العدالة وتقصير الزمن القضائي. وطارحين ايضا القانون الاساسي في وسط نتاعكم انتم اكيد. وايضا سلم التاجير زاد كيف لا عاد كيما نجمش نقول لك اي هذا هو معنى تقريبا مطالبهم هو موجوده في المبادره. اي المبادره باش تكون شامله. نعم. وثم ساده نواب نشكرهم برشا اللي تفاعلوا مع الجمعيه بكتل مختلفه ويعطيهم الصحه وان شاء الله غدوا يجوا معنا باش هما بيدهم ياكل المبادرة يتمسكوا بها ويكملوا بقية المسار نتاعها. عندكم الكوتا معناها باش تتعدى المبادرة هذه، ثم الكوتا نتاع 10 نواب معناها موجودين إلى حد الآن ما شاء الله برشا كوتا تبنت الموضوع. بالنسبة للقوانين معناها أكيد أنه الدستور يضمن الإضراب، لكن أيضا ثم قوانين تحكي على العمل المنجز. أنتم قابلين أنكم يخصموا لكم الأجر نتاعكم طوال أيام هذا الاعتصام المفتوح؟ احنا ما دام دخلنا في الاعتصام هو كلمة معجم جديد، ثم الإضراب وثم الاعتصام. الاعتصام هو أخطر من الإضراب، يبعد يعني فلسفة جديدة راهو الاعتصام. سي يعني عبد معاش ولا يحكي على فلوس ولا إضرابات سي عبد الرؤوف قبل كان نرجع فلاش خذنا دونك معناه الاضراب ما عادش نحكيوا عليه على قصاص. نحن اليوم مشينا في الاعتصام بيتين في المحاكم، زملائي او خياني من الولايات الكلها من بزار طاطاوين اليوم بيتها في المحاكم الكلها. معناه انتم قابلين حتى معناه ضحيين حتى احنا ضحينا بكل شيء توا ضحيين، اما عداله اجتماعيه ومعناها وحاجه تضمن القطاع سلك كتيبات المحاكم من الصنف العدلي وبقيه الاسلاك اللي معانا متداخله في وزارة العدل تبدأ حقوقها الكل تأخذها اليوم ولا هنا مزن. نرجع لصندوق جودة العدالة، شنو المشكلة فيه؟ علاش رافضين أنتم بشكل مبدئي لحد الآن؟ احنا القانون احنا مع المبادرة في حد ذاتها مع صندوق جودة العدالة اللي هو يحسن البنية التحتية بتاع المحاكم. نعم. ويحل برشا مشاكل لفائدة القطاع، لكن ها صندوق هذايا يلزم فيه تشاركية. طلبنا تشاركية فقط، معناها التشاركية نحن مع الصندوق. نعم. وندعموه الصندوق بكل ما أوتينا من قوة خاطر معناها راهو عنا فيه ما نقوله. نعم. هو مفتاح انه يحسن جودة العدالة. شنو اقتراحاتكم انتم بالنسبة لكم انتم لتحسين أداء هذا الصندوق ولا لتحسين التصورات اللي قدموها القضاة لإنشاء هذا الصندوق؟ راهو الصندوق نحكي على أساس أنه تقدم في ميزانية 2020 وممكن يتقدم في 2021. تقدموا في 2021 وإحنا قابلنا لجنة المالية. نعم. وعملنا المبادرة نتاعنا ووضحنا شنو هو قيمة الصندوق وشنو ينتج عنه، وإذا كان ما تشاركش كتابة المحكمة في الحالة هذه راهو صندوق معناها ما تحكيش على إدارة القضاء اللي هي نحن
نشوفوا فيها المرآة اللي هي تضمن العدالة وتضمن التنمية وتضمن معناها كما يقولوها اللي من برا جايك المستثمر يستثمر لك في البلاد كيلقى وقت صغير متاع تقاضي ربش يجيك. نعم. وكي يلقى قوانين معناها حضرت له البلاتفورم تاع القوانين المستثمر باش يجيك. شنو هي الصيغة اللي ترفضوها في الاقتراح اللي قدموه؟ التشاركية فقط، كان تشاركية. تشاركية المبدأ التشاركي المبدأ، وزد نعطينا مقترحات أقوى حتى نحن معناها منفتحين على تجارب المقارنة. نعم. ولودنا زدنا معناها حاجات اللي هي تنجم تفيد في الصندوق. وزيد حاجة أخرى أرفضنا زادة أن يكون ثم تمبري موجود على أي قضية تتعطى معناها معناها أي قضية تترفع في المحكمة. العشرة دينارات المقترح هذا مش موجود في هو مش موجود الحالية. لكن قيلة 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 خلينا من قيلة الصيغة الرسمية مش موجود في الصيغة الرسمية مش موجود. تعبئة الصندوق تكون من القضايا الجزائية 20% من الخطايا تاع القضايا الجزائية، 10% من القضايا الجنائية، ومن الهبات والمساعدات فقط. يعطيك صح. نحن في عندنا في فكل عندنا منحة، هي منحة تعبئة قضائية. نعم. احنا طالبينها عنا سنين وطلبتها الجامعه العدلية تبع الاتحاد عام الشغل، واحنا مساندينها في الطلب هذا. اذا كان الصندوق ما يمشيش في الاتجاه نتاعو السليم، هالمنحه هذه زاده ما عندهاش يعني تحسن قطاع وطبط قطاع وما ثماش توازن لهنا. سي عبد الرؤوف نادوكم انعقد مؤخرا في بالي في مجلس نواب الشعب يوم دراسي حول هذا الصندوق، وشاركوا فيه القضاة بجميع اسلاكهم وشاركت حتى هيئة المحامين. محضرتوا انتم ولا تم استثنائكم؟ استثنائنا. علاش؟ هذا هو سؤال مطروح اليوم. هذاك علاش اتصلتوا بمجلس نواب الشعب واتصلنا بعد بمجلس نواب الشعب وقالوا لا نحن طلبنا الكتابة انها تكون موجودة وما شو ولا صار؟ الدعوة مشيت لوزارة العدل. دونك نحن هذاك علاش في البلاغة متاعنا كان ثم ريتم معين راهو معناها ما تستثنيوش السلك هذايا، راهو السلك هذايا هو راهو ضمن المنظومة القضائية. مم. راهو هو شاهد أكيد مهم جدا. المحكمة ما تمشي كان بكم أنتم شاهد شريف على صحة الإجراءات. راهو من غيره هو ما ثماش محاكمة تبدأ عنده القضية وتوفى، راهو هو وسيط بين القاضي والمحامي والمواطن. هالكاتب هذا راهو عنده دور استشاري به في جميع الإجراءات متاع المحكمة. والسلك هذايا قديش فيه تقريبا من عون سي عبد الرؤوف؟ احنا في 6500 7000. والجمعية قداش فيه؟ قداش تضم؟ احنا جمعية ما تضمش كتبة المحاكم العدليين، تضم كتبة المحاكم العدلي والمالي والإداري وأملاك الدولة والملكية العقارية. دونك توصل أكثر من 15000. ما شاء الله. نخلي الكلمة الأخيرة سي عبد الرؤوف. أنا الكلمة الأخيرة ندعو وزارة العدل وجميع المنظمات الحقوقية وندعو مجلس نواب الشعب معناها وخاصة لجنة التشريع العام أنها تمشي معنا في الاتجاه اللي نحن رسمناه وبعثناه لهم عبر الطريقة القانونية. وغدوة الاعتصام سلمي مؤطر؟ لا سلمي مؤطر منظم، ما فما حتى شيء. هو نوعا ما معناها خيمة رمزية ستخلد يوما ما في التاريخ. نعم. شكرا لك سي عبد الرؤوف رئيس جمعية الصداقة لكتابة المحاكم. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحسد. مرحبا من جديد. إذا موضوع اعتبره البعض بأنه فضيحة دولة بامتياز، دكاترة معطلين على العمل، نخبة النخبة يتعرضوا للعنف والغاز المسيل للدموع في باهو وزارتهم، الوزارة اللي المفروض باش تكرمهم وشو نقول آخر معناها ما نقولش تخدمهم لأنه يعني الخدمة ماهيش موجودة للناس كلها. على كل باش نتناولوا هذا الموضوع يشرفني استقبال الجامعة يا دكتور مراد اليعقوبي. مرحبا بك سي مراد. الدكتورة منال السالمي الدكتورة الباحثة في الكيمياء والمنسقة عن الدكاترة الباحثين المعطلين على العمل. مرحبا بك منال. سيرين سعيد يا دكتورة الباحثة في الفيزياء والمنسقة عن الدكاترة الباحثين المعطلين على العمل. مرحبا بك سيرين. مرحبا وشكرا على الاستضافة. خليني في البداية نعرض بعض الصور للاعتداء الأمني اللي وصفته بعض الأحساب الاعتداء الهامجي البربري على الدكاترة المعطلين يوم الاثنين الماضي. نحب ننوه بأنه الأطفال الأقل من 12 عام على الأقل يبعدوا على التلفزيون لأن المشاهد هذه مشاهد مؤلمة. خلينا نشوف المشاهد ثم نعود.
زميلنا حسيلو جبدوه من الكرسي، كان قاعد على الكرسي وطيشوه بكري جمعت الحاكم لحظة بربي لحظة وضربوها على سيقه، هو دجا مطيش توا مطيش كريمان في القاعة، ودوجا هو من ذوي الاحتياجات الخصوصية، كنا حاطين له كرسي قاعد على الكرسي فنحوه من على الكرسي كريمان وطيشوه. بالفعل مشاهد مؤلمة، مشاهد بصراحة شو نقول، احنا يضري في عهد الاستبداد في عهد بن علي ما شفناش مشاهد كمان هيك تتعرض للدكاترة ولنخبة قرأت 10 سنين و11 عام بعد الباك. خلينا نرجع منال معك انت، الاعتصام بدأ تقريبا يوم 29 جوان 2020، تقريبا عندكم 6 شهور اليوم معتصمين، جلسات حوار متعددة تقريبا عقدت في مقر الاتحاد العام لتنظيم الشغل ومع بعض المستشاري رئاسة الحكومة، لكن شنو اللي صار حتى تنقلب المعاملة بهذا الشكل؟ شكرا لكم على الاستضافة. للأسف بالحق يؤسفني أني كباحثة نجي نحكي على مواضيع كما هكا وعلى اعتداءات تطال الدكاترة الباحثين اللي أفنوا عمرهم في البحث العلمي وفي الدراسة، واللي كان ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالعلم والمعرفة وبقيمة العلم باش يغير الدولة التونسية. نحن حركنا منذ سنوات، ما هوش كان سنة، كان منذ سنوات، وكان تنظمنا في إطار تنسيقيات وقمنا بعديد التحركات الاحتجاجية، تواصلنا مع السلطات الثلاث، قمنا بعديد المراسلات، وصلنا الحقيقة مرة أنه هالملف هذا تنقص الإرادة السياسية، واتجهنا للتصعيد، وكان اعتصام تغيير المصير في 29 جوان 2020. للأسف اعتصام دام فوق توفاة الخمسة أشهر ومن دون أي تفاعل إيجابي لحل هذا الملف. الملفات الكل تحلت، الحلول كل تم إيجادها، ولكن كان الملف هذا هو تنقص الإرادة السياسية وتنقص ناس بالحق تحب تدخل للتاريخ من الباب الكبير. الاعتداء هذا هو اعتداء وحشي وبربري طال الدكاترة، شيء مؤسف بالحق أنه نخبة البلاد يتعرضوا للمعاملة هذه. هو كان نرجع معك سيرين، سيرين تقريبا ثم اقتراحات تقدمت لكم انتم من قبل وزارة الأشراف من قبيل تشغيل 250 من الدكاترة المعطلين على العمل وألف تقريبا من المعطلين باش يمشيوا للقطاع الخاص، 1000 أخرين يصندونهم منح لمشاريع خاصة، لكن ظاهر أنهم جوبهت بالرفض من طرفكم أنتم، معلش؟ لا ما جوبهتش بالرفض، الاقتراحات هذه الكل كانت فقط الوزارة عرضتها باش تغلط الرأي العام. احنا أول حاجة كي قالت هي 250 انتداب، هل ترى مع 4000 دكتور معطل عن العمل علاش 250 انتداب؟ شنو باش تكفي هال 250 انتداب؟ احنا نشوفوا باغ اكزومبل كيما ملفات اخرى باش ينتدبوا مثلا 1000 في شركه البسنه في تطاوين، باش ينتدبوا 31000 معناها يساوي وضعيه 31000 من عمال الحظائر، علاش يجيوا عند الدكاتره ونقولوا ما نجموا ننتدبوا كان 250 اكاو؟ يعني ثم تعهد من الدوله لصندوق النقد الدولي بتجميد الانتداب في الوظيفه العموميه، سهل برشا الاجابه، وهكا علاش عطوكم 1000 في القطاع الخاص؟ 1000 في القطاع الخاص، هذه المبادرة هذه لحد الآن لم ترى النور. احنا ديجا ما رفضناش، ما قلناش رافضين احنا القطاع الخاص، لكن قلنا يلزم القطاع الخاص يلتزم بكراس الشروط. تصور انت دكاترة في القطاع الخاص يخدموا بشهرية 200 دينار و300 دينار ويخدموا ريجيم كارونتور، يخدم استاذ جامعي ويخدم في الإدارة. احنا ما رفضناش القطاع الخاص، فقط قلنا يلزم تغيير كراس الشروط ويحترموا شهادة الدكتوراه ويخلصوا الدكتور كما يستحق، لكن هما لحد الآن قالوا 1000 بوست معناها في البريفي، المبادرة هذه لم ترى النور إلى حد الآن، الألف زاد كيف كيف نتاع المشاريع لم ترى النور إلى حد الآن، فقط هما يسوقوا في المغالطات، حبوا يقولوا اللي الملف هذايا راهو تحل والاعتصام راهو تفض باش ما تجيناش المنظمات تدعمنا وما يجيناش الإعلام يغطي الفضيحة هذه اللي أنا نعتبرها هي بالحق فضيحة الدولة بعد الاعتداءات هذه. اتصلوا بنا حتى صحفيين من الخارج، معناها كيفاش أنت توصل تعتدي على دكتور والصورة هذه تخرج للخارج؟ راهو
راهو البلدان المتقدمه كانت الركيزه نتاع التقدم نتاعها هي البحث العلمي، احنا كيفاش تونس معناها لازيتش معناها ماهيش مهتمه بالبحث العلمي، تهمش البحث العلمي وزيد تخرج صور ومشاهد فضيحه بالطريقه هذه. نعم. معناها بالنسبه للمشاريع اللي اعلنت عليها هذيك اللي تم اعلانه هذاك كل حبر على ورق ما فما منه حتى شيء، بالنسبة للمشاريع حاطين 1000 مشروع بقيمة 30000 دينار، 30 مليون أخي باش تحل مشروع الدكتور، دكاترة راهم عندهم مشاريع دولة، نحن زميلتي مثلا خادمة على تحليل مياه البحر باش تعمل مشروع تحليل مياه البحر 30 مليون، مشروعها هو مشروع دولة، مفروض وزارة الطاقة ولا وزارة البيئة ولا ما عرفش أنا الوزارة اللي تاخذه ويتم إدماجها فيه وتكون هي فاعلة في الوزارة هذيك بالمشروع نتاعها وبالدراسة اللي عملتها، نحن الدكاترة جبنا أفكار وجبنا حلول وعندنا بحوث تجيب حلول لكل المشاكل اللي تعاني منها الدولة التونسية. واش نرجع معكم على تفاعل الحكومة بأكثر تفصيل، خلينا نمشي مع الدكتور مراد، الأمة اللي تهين كفائتها أمة الأصل فيه لا تحترم شعبها، أبرز تظاهرات ربما فشل هذه الحكومة والحكومات السابقة يعني ما تقريبا عاصروا هالاعتصام عاصر زوج حكومات وثلاثة وزارات تعليم عالي تقريبا، إذا التعامل نخبتها بهذا الشكل تقريبا هي أمة مهينة ما بين ظفرين للأسف. مهينة ومهانة في نفس الوقت. قبل الكلمة فقط بعد ونرجعوا له على التعامل معهم، أنا أعتبر اللي العنف اللي تمارسه في أي وضع آخر حتى كان عنده مبررات في اللحظة هذيك لكن لابد من تجنبه. علاش؟ لأنها فضيحة بكل المقاييس، معناها تنجم من حق الناس أنها تعتصم تخليها تعتصم مدام ما ثماش تعطيل لمرفق، مدام ما ثماش اعتداء ما عندكش حق معناها تخلق منها مشكلة باش تغطي على المشكلة الأساسية. في الأصل ثم إشكال عميق في البلاد، احنا نعرفوا اللي من قديم وحتى في دول أخرى التعليم هو مصعد اجتماعي، يعني واحد يقرأ باش يلقى خدمة معناها ويلقى مكانته في المجتمع، وعموما التعليم عندنا نحن جزء كبير منه كان متوجه للتعليم نفسه، معناها أنت تقرأ باش تكون أنت مدرس. للأسف النهج هذايا بظروف معينة وغيره اللي ما الدولة ما عندهاش عذر في أنها ما تعرفهاش الظروف هذه، ظروف معينة ولا ما عاش ممكن بالطريقة هذيك، ولكن وقع إعلانه بطريقة فجأة. أنا ذكر تصريح متاع الوزير السابق محمد الشرفي يقول احنا التزمنا باش ندرس أولاد التوانسة. محمد الشرفي ايه للأسف في التسعينات الله يرحمه. لا حبيت الله يرحمه، حبيت نحكي لك أنه المنعرج وين وقع معناها، بل في الفترة ذيك أنا كنت نقرأ معناها في الفترة هذيك يجي يقول لك راهو احنا التزمنا بتدريس التوانسه مش بتشغيلهم. اذا الدوله فهمت انه امكانياتها ما عادش قادره بالشغل، اذا اش تعمل؟ لازم الوضع والبنيه اللي كانت موجوده نتاع التشغيل من اجل التعليم تحاول تبدلها. هذا يبقى الى حد اليوم، يعني نلقاو برامج التعليم ملتصقه معناها الشيء اللي نقري فيه الاختصاصات ملتصقه بالتدريس في الجامعه، بينما كان لابد من ايجاد حلول لانه وفتح افاق جديده والاندماج مع الوسط الاجتماعي والاقتصادي. وبطبيعه الحال هذا لما يحدث عندك مشكله سي مراد في الميكرو، نرجعوا لك بعد شويه لانه ثم مشكله تقنيه. بالنسبه لنا احنا كدكاتره اللي خدمنا في البحث العلمي رانا صحيح احنا مشغولين للتدريس وزاد مشغولين للبحث العلمي. نحن خدمنا البحث العلمي لمده سنوات، شنو معناتها باحث؟ باحث معناتها خذا مشكله واعطاها تصور حلول وشاف الفاعليه نتاع كل حلول هذيك ومدى نجاعتها في المستوى القريب في الواقع وكل شيء. قدمت لكم مقترحات حتى للدخول لبعض مراكز البحث. انا نشوف في تصريح السيد حبيب الفتحلي المستشار لدى وزاره التعليم العالي يقول انه ثم تقريبا معناها دفعه كامله او بوكيه كامله نتاع حلول معناها مقترحه ليكمل، ثم منها مراكز البحث ومنها هو هنا كانت المغالطات خاطر المقترحات هذه لم تخرج من اطار العقود الهشه وطرق تشغيل هشه. نعاود نوضح للراي العام معناتها طرق تشغيل هشه. الدوله تحب تمشي البحث العلمي والتعليم الجامعي في تونس بالعقود الهشه، انك تخدم لمده سنه ولا سنتين وبعد ترجع معطله على العمل. نحن معدل اعمارنا 35 و40 سنه، معناشنا نتاع حلول هشة، وراهي الحلول الهشة في التعليم العالي وفي البحث العلمي ستؤدي بنا إلى وضعية هشة. الميزانيات المخصصة للعقود الهشة كان الأجدر أن الدولة تقوم بها بانتدابات سواء في الجامعات العمومية سواء في مراكز البحث. نحب نقول لك اللي ما بين الجامعات العمومية وما بين مراكز البحث فما 3000 عقد عطيته الدولة. شوف الميزانية المخصصة للعقود الهشة.
علاش هل المنهج اللي ماشي فيه الدوله التونسيه مش حابه تخرج منه؟ نحن دعينا الى القطع مع العقود الهشه، ونحن متشبثين بالمطلب هذايا، نحن مش باش نرضوا بحلول هشه، نحن هنا للحلول الجذريه والفعليه. خلينا نرجع للدكتور منادي يكمل فكره تاعو، بعد نمشي لبعض الصور ربما لا تعطينا فكره على هذه الاحصائيات والارقام والعقود الهشه. توقفت عند اشكال انه الدوله المفروض احست منذ فتره معينه ان عندها اشكال في التشغيل، اذا الحل شنيه؟ المسار اللي كان الذي كان متبعا يلزم تغييره، معناه يلزم تصور اخر لطريقه في استغلال الناس هذيك، معناه لاستغلال طاقاتها مش استغلالها بالمعنى السلبي. وبالتالي تو كيف راه ان اختصاصات علميه مثلا من السهل، خاصه نحن بلاد تحتاج الى حلول علميه، وثم مقترحات نتاع مدن ذكيه وحاجات كبيره ياسر، هذه تحتاج الى اختصاصات كما هذه، فقط تضعهم في مكانهم وسياتي الانتاج. وكما ثم هذه حلول، ثم حلول اقتصاديه سهله برشا، حتى في ازمه 29 فما مختصين كاينس مثلا يقول لك لازم الدوله تصرف برشا باش بعد تدخل فلوس. احنا مش مشكل كيف تاخذ باحثين ولا غيرهم تخلصهم بالقداء وتشجعهم على الانتاج، بعد باش حلولك اشكال باش خاطر كيما قالت الانسة يقدموا في حلولهم باش يعطيوك حلول المشاكل الموجوده. هي المشكله ان الدوله فيها مكبله بأوامر. حاجه اخرى، المفروض ان الدوله كيف تسطر ما تمشيش حسب حكومات فقط، لازم تصور استراتيجي. احنا مشكلتنا هنا الحكومات قاعده تتبدل بسرعه، والوزراء مثلا قبل الثوره الوزراء تلقاه تابع للرئيس، معناه ما ينفذش برنامجه هو، واللي ينفذ برنامجه هو بعد يعملوا له فضيحه ويتخلصوا منه. دونك بالله سامحني فكره بركه، معناه يعني انت عندك التزايد الديموغرافي قداش، عندك الشعب القاعده تقبل، عندك الاختصاصات نتاعك، عندك الحاجيات نتاعك تعرفها، يلزم تلائم بين الاحتياجات هذيك وبين الواقع نتاعك. هذا للاسف لا يقع، وذلك علاش نقعوا اليوم في فضاء اعتداء. بعض الارقام والاحصائيات نشوفها مراد ونعلق عليها وتعلق عليها السيد منال. نشوفوا هالصور، شوفوا الصوره الاولى. هذه الصورة الأولى في تطور ميزانية وزارة التعليم العالي تاع الدولة التونسية اللي خصتها للتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشوفوا كيفاش ماشية وتتقلص، وكيفاش في 2019 يعني في مستوى أدنى، يعني الدولة هذه من آخر اهتماماتها البحث العلمي والتعليم في تونس. الصورة الثانية نشوفوا عدد الطلبة في الجامعات العمومية قاعد ينقص صحيح، ولكن فما عدد طلبة قاعد يكبر في الجامعات الخاصة. وانا سؤال يطرح نفسه بالحق، هل الدوله التونسيه ولا الوزاره متجهه الى خصوصة التعليم العالي او لا؟ شوف الصوره المواليه. بالنسبه لاطار التدريس، فما 18% من اللي درسوا في الجامعات التونسيه هم من غير الحاملين شهاده دكتوراه، وفيهم 2622 استاذ تعليم ثانوي. الصوره المواليه. هنا نجيو لعدد الدكاتره، نحن عددنا تتراوح بين 3000 و4000، للاسف الوزاره هذه المعطلين، الوزاره ما عندهاش قدره اني باش تحصل عدد الدكاتره، ولكن احنا قمنا باحصائيات خاصه بنا و76 منهم، وهذا رقم مشرف، انهم من النساء. الصوره المواليه. معدل اعمارنا 35 و40 سنه، هذه علاش احنا زاده مصرين على رفض العقود الهشه. انتم يشملكم القانون نتاع شوف هذه المشي معناتها اللي يضحك، معناتها يشملكم القانون عدد 35 تاع سنه 2020 اللي منطال 38 اللي منطالت بطاقه تنار شعوله، هذا خليه في الاخر نقولوا له. باهي نمشي للصوره. نحن اكثر اختصاصات فيها عدد معطلين هي اختصاصات علميه، البيولوجيا 23%، الكيمياء 18%، و13% الفيزياء، معنى هذه شيء معناتها ماشي في علوم الانسانيات، هذه في علوم معناتها هذه الناس تقاوم في كورونا ودكاترتها في البيولوجيا معطلين على العمل، يعني مش معقول هذا. شوف الصوره المواليه. بالنسبه للانتدابات في وزاره التعليم العالي مغلقه منذ 5 سنوات، حتى وحتى كي حلت انتدابات كان فما 0 انتداب في البيولوجيا وفي الفيزياء وفي الكيمياء، وللاسف عملوا مناظره في 2018 قاعدين يعملوا فيها كان في 2020 يعني بالروتار. يعني من وقتاش الانتداب وقف؟ 2016. من 2016 ما فماش انتدابات، وحتى كي صار انتدابات كي ناخذ اكزامبل من 2013 2019، من 9010 دكتور تخرج تم انتداب كان 1300، يعني نسبه 15%، هذه نسبه ضعيفه جدا. هذه الصورة الموالية. نجيو علاش احنا الجامعات الخاصة ما فماش احترام لتطبيق كراس الشروط، ما فماش حتى قانون يحمي الدكتور الباحث ويعطيه كرامته، فما عقود وهمية قاعدة تمضى مع الدكاترة، عقد يمشي لوزارة التعليم العالي اللي من خلاله تاخذ لابيليتاسيون الجامعة، وعقد يتم من خلاله دفع أجر الدكتور، ونحب نقول لك راهو قانون الجامعات الخاصة لم يتم تحيينه منذ 20 سنة. نحن لسنا رافضين القطاع الخاص، وإما ما دعينا إلى هيكلة القطاع الخاص ومراجعة كرة الشروط
مراقبة حسن تطبيقها. هو التعليم الخاص قداش عمره أخي؟ عمره أكثر من 20 عام في تونس التعليم العالي. لكن الأعداد كان ضعيف برشا وقاعد معناها يتضخم بدرجة غير عادية إكسبونونسيال، معناها تضاعف نعرفش كيفاش تقلب، تضاعف كبير جدا. نعم. نجيو لبقية الوزارات، علاش نجيو مثلا البحث العلمي، سامحني، البحث العلمي عندنا 215 وحدة مخبر و 392 مخبر، عندنا 39 مركز بحث بالتشارك مع كل الوزارات، هذم كل قادرين على استيعاب الدكاترة ولكن ما فهمهمش حتى انتدابات للدكاترة. أنا مشني عارفة 10 مخابر في وزارة الصحة ووزارة المرأة وزارة، يعني وينهم الدكاترة؟ هذا المفروض الدكاترة يكونوا موجودين باش يخدموا فيهم باش ينهضوا بها الوزارات هذه. هو انا شفت بعض التصريحات لبعض حاجه اخيره بالنسبه لبقيه الوزارات، علاش احنا ما نجموش نكونوا في بقيه الوزارات؟ على خاطر احنا شهاده دكتوراه للاسف غير معترف بها وغير مدرجه في السلم الوظيفي، هذاك علاش الدكتور ما نجمش يكون يخدم في كل الوزارات، وهذا كان من بين مطالبنا انه احنا منفتحين على كل الوزارات ونحبوا نكونوا فاعلين ونحبوا ننهضوا كل انسان في مجال اختصاص ويلقى حلول له الوزاره اللي تتخبط فيها، ولكن للاسف ما فماش اراده سياسيه. هذه حاجة بسيطة، هذه معناتها قانون. سيرين تحب تعلق؟ تفضل. تحبش تعلق به؟ نرجع لك مراد. مراد، إمكانيات الدولة معروفة، توازنات المالية معروفة، الانخرام في التوازنات المالية والعجز التجاري والمديونية، وفوق هذا الكل قلت لك الدولة مكبلة بشروط صندوق النقد الدولي، وإذا كان ما تعملش كما هكا وتوقف الانتداب في الوظيفة العمومية، في كل مجالات الوظيفة العمومية، دكاترة ولا غير دكاترة، ربما غدا ما نلقاش باش نخلصوا. هذا صحيح، معناها قلت كل شيء معناها. إذا الإشكال ما يلزمش تكون الأزمة هذه ولا غيرها، هي الشجرة التي تغطي الغابة. وهنا مسألة من وين؟ أي مسألة من وين، ولكن أيضا مسألة تفاوض، مسألة تفاوض بين سلطة مسيرة، بين ناس تدير الوضع وناس تطالب بمطالب معينة. يلزم تكون الامور تكون واضحه معناها، وهذا في المجالات الكل، خاطر احنا تو في البلاد القطاعات والمطالب كثيره ياسر، معناها يلزم حد ادنى اتفاق وطني على حد ادنى من المطالب، وكذلك التزام بالدوله انها تعطي اكثر ما يمكن من الحلول، ويلزم ثم الوزارات او المسؤولين يفهموا انه ثم ناس تعاني في الوضع هذاك، معناها ما تنجمش انت تقول ما عنديش ميزانيه في الماليه، خاطر انت تتسلف نلقاوك لحاجات اخرى. مقاومة الفساد وكل المصاريف الزايدة هذيك الكل تنجم تخفض برشا. نفس الشيء بالنسبة للمطالب هذه الطبعها الاجتماعي، يلزمها ما تطلعش السقف، تطلع السقف في أول التفاوض، لكن بعد تقبل بحلول وسطى. المشكلة كي ما تلقاش حلول وسطى، معناها وقت يقول لك ما فما حتى شيء، أولا يتفق معك ثم يتم التراجع أو لم ينفذ الاتفاق، هذه تخلق إشكالات أخرى، وبعدين نوليو ندخلوا عاد في سلسلة ردود الفعل غير المحسوبة كما التدخل العنيف ولا الضرب ولا غيره. خليني نسيس الموضوع، يعني نحب نسيس الموضوع ونعشق التسييس. البعض يتهمكم بأنه وراكم جهات سياسية معينة ولا جهات حزبية معينة وهي اللي تدفعكم نحو التصعيد، ويقول لك الدليل على ذلك أنه الأحزاب السياسية ما خرجتش بيانات في هذا الخصوص إلا جهات معلومة معروفة، حزب العمال الشيوعي ليديسي اللي هو معروف على شكون محسوب، ما ثماش تعاطف كبير وما ثماش بيانات كبيرة في خصوصكم رغم عدالة قضيتكم. احنا الدكاترة المعاطلين ما ننضويش تحت حتى حزب ويساند في ما ننضويش تحت حتى حزب، لكن مرحبا بكل من ساندنا، ما نجموش زاد احنا نواجهوا في منظومة هذه الكل من غير مساندة. دونك مرحبا. جاكم من الأحزاب وعبر على تضامن معكم؟ والله جاونا الأحزاب الكل تقريبا، جاونا المنظمات الكل تقريبا، معناها الأحزاب أصدرت بيان مشترك تتوريه لكم زميلتي منال، بيان مشترك مساندة، منظمات زادت منظمات وطنية معناها. اتصلتوا بمجلس النواب الشعب وقابلتوا تقريبا رئيس البرلمان؟ رئيس البرلمان اي قابلناه وقت البارح. وشنو كان الموقف نتاعه؟ فماشي تدخل منه؟ اي هو قال انه هو باش يدفع معناها لحل حاله الملف، واللي قضيتنا قضيه عادله، واللي احنا من حقنا معناها كدكاتره باحثين ان احنا معناها نخدموا بعد سنوات التعب هذايا وبعد سنوات التعب وكل، وعبر انه من ناحيته باش يعاوننا انه في حل حاله الملف. سامحني، قضيتنا راهي قضيه وطنيه، هذه قضيه الدوله التونسيه اللي المفروض يجتمعوا عليها كل الايديولوجيات وكل الاحزاب وكل المنظمات. انا ما نحبش هالتقسيم هذايا في القضايا العادله هذه. كل انسان يرى روحه، خاطر هذا مستقبل ولادك نهار اخر، انت كدكتور معطل على العمل ما عادش باش تقري ولدك، هذه قضيه تهم الناس الكل، لنترك الايديولوجيات جانبا، لنترك كل الانتماءات جانبا، ولنهتم بالقضايا العادله اللي تهم تونس، هذه قضيه اللي هي تهم مستقبل تونس،
مفروض الناس كل تكون كلمة واحدة ويد واحدة لحل هالمشكل هذايا ولإعادة الاعتبار للمصعد الاجتماعي ولقيمة العلم والمعرفة ولقيمة الشهادات في الجامعات التونسية وخاصة شهادة الدكتوراه. يعني ما نحبش التقسيم هذايا انه كل حراك اللي ساند هو اللي ينتمي له. انا قلت لك شنو يتقال وانا اعتذر. انا نلوم على مجان الساند، انا نلوم على مجان الساند، لكن اللي جاء ساند نشكره ونقولوا يعطيك الصحة، واللي ما جاش ساند هو الملام انه ما جاش ساند القضية العادلة هذه. مراد كيفاش ترى الحل تو بالنسبة لنا احنا خلينا نخدموا بها؟ على مسألة المساندة هذه وغيرها، راي المساندة مستعملة هي نفسها كمعناها لعب سياسي، معناها لككسب ورقها وساندتها وغيره. احنا ماذا بينا المساندات هذه تكون في تقديم حلول عملية وتكون كما مو نحب أن نفكرك بركوب بعض السياسيين لبعض الأحداث. أنا قلت مع قضيتهم العادلة ثم ركوب بعض السياسيين للأحداث. مفكر كاني بزيارة عبير موسي ولا دخول عبير موسي في الندوة الصحفية للفنانين والمثقفين والذي جوبهت بالرفض والتي تعتبرت ركوبا على حدث معين. احنا نخافوا أن قضايا العادلة هذه تشوهها هذا الركوب السياسي مهما كانت الإيديولوجية اللي شركب عليها. وراء الركوب السياسي معناها الرياضة المفضلة تقريبا للأحزاب الكل، معناها حتى ولا اللي يدخل معناها على أساس أنه باش يبحث على حل ويقدم مشروع أو يقدم حلول ومعناها ويختلق حلول، ولا حتى هذا متهم أنه يحب يركب. هذه الإشكال فيش، معناها الظاهرة هي ظاهرة مؤسفة لكن يلزمنا نتعاملوا معها كما هي موجودة. أنا في رأيي مستقبل هالتحركات الكل معناها يلزم الناس تفهم أنه راو الحل الجذري غير موجود الآن، وأن هناك عملية بناء متواصلة الانطلاق بحل الإشكالات الموجودة حاليا، لكن على مدى مستقبلي لا يمكن أنك تتواصل بالطريقة هذه. معناه لازم المسؤول والإداري والمقرر السياسي الذي يأخذ القرار والذي يسير يفهم أنه لا بد من حلول جذرية، لا بد من تعاطي علمي مع واقعه، يجب يعرف الديموغرافي وين ماشي، عدد السكان وين ماشي، هنا المناطق اللي فيها ضغط، هنا الاختصاصات المطلوبة، مش معناها نولي ونخلق حلول غير طبيعية. كما بالضبط قبيل أنت عملت إشارة يعني الجامعات الخاصة، الجامعات الخاصة ظهرت تعبير على أزمة ولكنها لا تقدم حل. الأزمة أنه تعليمنا أصبح تقليدي أنه يخرج لك 10-15% وقت اللي المفروض نسب النجاح تكون مرتفعة. علاش؟ خاطر ظروف التعليم وغيرها غير ملائمة، وبالتالي نخلق أنا جامعات خاصة ولا تعليم خاص بصفة عامة في القطاعات الكرة ومش في كان في القطاع العلمي حتى في القطاع الصناعي والحرفي. نخلقها هذه باش تمتص أزمة لكنها لا تحل الأزمة، وبالتالي هذا دور السياسي يلزم رؤية استراتيجية وحلول معناها صريحة واضحة. هذه نعملها هذه ما نعملهاش. نعم، خلينا نعطي الكلمة الأخيرة لسيرين وبعدها من الفضل سيرين. بلي أنا حبيت في الكلمة الأخيرة نجاوب على المغالطات نتاع وزيرة التعليم العالي ومدير ديوانها في الإعلام. أولا باش نبدأ، قالت اللي هو ما فماش غاز، ما فماش اعتداء بالغاز يوم 30 نوفمبر. احنا عندنا فيديوهاتنا على صفحة اتحاد دكاترة المعاطلين عن العمل، اتأكد أنهم هما رشونا بالغاز المشل للحركة على المسافة صفر. كان جو إرهابيين راهو ما رشوها مش بالغاز في وجوههم بالطريقه هذيك. قالت زاد لي احنا اغلقنا الابواب، هذا ماهوش صحيح، خاطر احنا وقت اللي جينا وقفنا بوقفتنا الاحتجاجيه الموظفين يمكن على خاطر يقول لك انا مع اساس بسيط، معناها اذا كان يقتحموا الداخل تنتحمل انا المسؤوليه، سكروا الابواب وعنا الفيديوهات وعنا تصاور الموثقه انهم هما سكروهم الابواب بالمفاتح وهما اللي ما حبوش يحلوا الباب، مانيش احنا اللي اغلقنا الابواب. ثالث حاجه اتهمونا فما موظف الله يرحمه توفى في وزارة وإحنا معتصمين، وهذه مغالطة كبيرة وبصراحة نبهت، معناها كيفاش مسؤول يصرح أنه موت الموظف السبب فيه هما الدكاترة المعتصمين. يعني اتهموكم بيه، اتهمونا بيه، قالوا لي إحنا مسكرين الباب بالجريري واللي إحنا ما حليناش الباب. أنا نحب نقول لهم أنا عندي معناها شهادة طبية عطيتها لفريق الإعداد باش يعديها، اللي أنا في أول الاعتصام معناها تعكرت حالتي الصحية وطلع لي الضغط الدم 20-10 وملغي ما دخلوا ليش الحماية المدنية خاطر الباب هو بوخت اوتوماتيك ومكسر ما حلوهاش، دونك دخلوا لي الحمايه المدنيه لداخل. هما البورت اوتوماتيك هذاك مكسر، وقت اللي توفى الموظف من غدوه جابوا شكون صلحوا ولا الباب هذاك. احنا معناها معقول دكاتره معناها في المستوى هذايا باش يتسبوا في موت موظف ويسكروا عليه الابواب؟ معقول معناها وزير مسؤول وزيره ولا مدير ديوان يخرج يصرح مره واثنين وثلاثه انه الدكاتره المعاطلين هما سبب في موت الموظف؟ راهو هذايا مش معقول. راهو الوزاره في اربع ابواب كبرى، فيهاش باب واحد معناها. نعم، هي
ليه هما معناتها انا نستغرب مسؤول يخرج وسيله اعلاميه باش يحكي امور سيرين. هكا في عوض انه يحكي على المشكله الاصليه تقريبا 30 ثانيه فقط. هي ديما تصرح وتعاود انه السيستم الدخول الى الجامعه العموميه لا يتم الا عن طريق المناظرات. انا نحب نقول لها اللي انت تعرفه انت بنت القطاع وتعرف المناظرات فيها العديد معناها من المغالطات. المناظرات انا مثلا وقت اللي قريت كمتعاقده في اطار تشغيل هش قريت الكور وقريت التدي وقريت التي بي كي باش ندخل انا بعد شنو باش نزيد اكثر ترضاني انا نقري في اطار تشهير هش وما ندخلش مثالش وقتها انا عندي الكفاءه وعندي الجوده. اما وقت اللي نحب ندخل نقري في الجامعه العموميه تقول لي سامحني لازم مناظرات وطنيه. ونحب زاد المغالطه الاخرانيه اللي هي تقول فقط يطالبوا لنا بالانتدابات في الجامعه العموميه. احنا نطالبوا بالانتدابات في الجامعه العموميه وبقيه الوزارات بإيجاز شديد جدا لأنه الوقت فيه تقريبا. احنا في الاعتصام زارنا السيد نور الدين التبوبي، قابلنا السيد سليم تيساوي، قابلنا مستشار رئيس الحكومة، قابلنا مستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني السيد معز الورتاني، قابلنا أيضا رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس السيد راشد الغنوشي، والكلهم قالوا اللي هما باش يعاونوا لحلحله هذا الملف إن شاء الله. واللي ضروره ادماج الدكاتره وتشريكهم في وضع سياسه الدوله. نحن ما طربنا انه يزن فما حلول قريبه المدى لها الدكاتره. 2000 دكتور هو 2000 فرصه للدوله التونسيه باش تنهض باش تولي من صفوف الدوله والدول المتقدمه، ماهوش 2000 مشكل. نلقاو حلول لها الدكاتره معطلين ونعملوا حلول طويله المدى لبقيه لطلب الدكاتره. شكرا لك الدكتوره الباحثه في الكيمياء من السالمي والملصقه. خلنا نكمل نقول اللي احنا رانا ماناش باش نتنازم مكملين المعركه خاطر بعد الاعتداءات اللي صارت علينا ما عادش فقط معركه تشغيل، هي معركه تشغيل، معركه كرامه، معركه اجيال، معركه وطن. واضح. شكرا لك سيرين السيده الدكتوره الباحثه في الفيزياء والمنسقه عن الدكاتره الباحثين المعطلين عن العمل. شكرا لك منال السالمي الدكتوره الباحثه في الكيمياء والمنسقه عن الدكاتره الباحثين المعطلين. شقد معايا انت سي مراد ماكش ماشي. على كل فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم في هذا الجزء الأخير من الحصاد. إذن اش نحكيه على الإضراب الجهوي في مدينة القروان. القروان غاضبة اليوم، نفذت إضراب جهوي للمطالبة بحقها في التنمية والتشغيل والمطالبة أيضا بتنفيذ قرارات المجالس الوزارية ل 2015 و 2017. ويشرفني باش نستقبل النائبة عن جهة القروان أستاذة مفيدة العبيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ويصاحبني فريدة العبيدي. مرحبا مفيدة. فريدة سمح. أي مرحبا. ويواصل في مرافقتي الدكتور الجامعي سي مراد العقوبي. مرحبا بك سي مراد مجددا. قبل ما نبدا خلينا نشوفوا هالتقرير حول الاضراب العام اليوم في ولايه القيروان ثم نعود. تتجدد الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات لتشمل اليوم القيروان، حيث ينفذ أهالي الجهة إضرابا عاما، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة يوم 21 من نوفمبر الفارط، مطالبة بحق الجهة في التنمية وتفعيل القرارات الحكومية المنبثقة عن المجالس الوزارية لسنة 15 و2000 و17 و2000. الكاتب العام الجهوي للشغل السيد سبوعي أكد أن الإضراب العام سيشمل كافة المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض الخدمات الحيوية على غرار الصيدليات وأقسام الاستعجالي. وحسب الكاتب العام الجهوي للشغل فإن هذا الإضراب الجهوي العام يأتي احتجاجا على تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة تنديدا بالأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية وسياسة المماطلة التي تنتهجها السلط والحكومات المتعاقبة على امتداد سنوات. وكان الكاتب العام الجهوي للشغل هدد باللجوء إلى التصعيد واتخاذ تحركات ونضالات أخرى بعد الإضراب العام ومحاكمة الحكومة الحالية إن لم تحقق مطالب الجهة المشروعة حسب قوله. ودعا سبوعي كل أهالي الجهة إلى ضرورة الالتزام بقرارات المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية والمشاركة في الإضراب العام نظراً لتردي الوضع التنموي بالجهة. وللإشارة فإن عدداً من الولايات دخلت في سلسلة من الاشتباكات والتحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتنمية وإصلاحات في القطاع الصحي تتعامل معها الحكومة حسب متابعين بقرارات غير كافية وجدية.
أستاذة فريدة، بعد أسبوع من اتفاق الكامور الاتحاد الجهوي بالقروان يقرر الإضراب العام نهار 14 نوفمبر وينفذه اليوم 3 ديسمبر، هل هو احتذاء بنموذج الكامور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك وتحية لكل المشاهدين. هو الحقيقة ولاية القيروان ليست في حاجة بأن تقلد يعني غيرها من الولايات، لأنه وضع القيروان على يعني المستوى التنموي والمطالب اللي خرجوا بها أهل القيروان يعني الحقيقة تجعل أنه هذا الإضراب هو إضراب مشروع. لأنه وأنا بالمناسبة نحب نوجه تحية إلى كل المنظمات الوطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل، لأنه يعني الاحتجاج صار في احتجاج سلمي في كامل المسؤولية. وفي الحقيقة نحن نأسف أن يكون عندنا إضراب عام، لأنه كلفة الإضراب العام أي كانت الأسباب متاعه هي كلفة باهظة على المجموعة الوطنية وعلى أهلنا في القيروان. ولكن الأسباب التي دفعت أهلنا في القيروان للقيام بهذا الإضراب بعد طول الانتظارات هذه، لأنه اليوم احنا تقريبا معناها ونحن نشارف على 10 سنوات من الثورة، عندما نعود إلى يعني مطالب أهل القيروان ونشوفوا وضعية تنموية للقيروان على مستوى الترتيب، لأنه احنا شنو المقاييس اللي نعتمدوها في التنمية بالنسبة للجهات؟ نعتمد مؤشرات التنمية. وقت نشوفوا القيروان في التذيل والترتيب الأخير يعني رتبة 22 في التنمية، ونشوفوا في مؤشرات يعني الأولى في الفقر على مستوى الأمية على مستوى يعني العديد من المسائل، الأصل فيها أنه هذه يعني تجعل الجهة كلها تنتفض. وراو احنا السنوات الفارطة الكل كان يعرف على القيروان أنه أهلها مسؤولين، مش معناها أنه الجهات الأخرى اللي قامت باحتجاجات الحقيقة فيها المسؤول وفيها اللي هو مبالغ فيه، ولكن نتحدث عن أهلي في القيروان رغم الوضعية يعني التنموية من 2011 يعني ما بعد الثورة، لأنه الوضعية هذه ما كانتش نتيجة ما بعد الثورة حسب معناها يروج لها، ولكن طيلة العقود السابقة ظلمت القيروان. عندما تأتي الثورة الأصل فيها أن تنصف القيروان، ولكن ليس معنى ذلك أنه كلها يعني كل ما يوجد في القيروان يعني أسود، لا. إحنا كنشوفه مثلا على مستوى الاعتمادات المرصودة في القيروان، ولعل ذلك ما يغضب أهل القيروان يعني إضافة. شوفوا الاعتمادات المرصودة خلال مخطط 2016-2020 معناها 20، نلقاو اللي القيروان 1714 مليار مرصود القيروان، وهي تقريبا الولاية الثانية في الترتيب الاعتمادات. عندما نذهب إلى تنفيذ هالاعتمادات هذية من خلال الميزانية المرصودة للمشاريع نجد أنه حوالي 48.61. لماذا عجزت القيروان على تنفيذ هذه الاعتمادات؟ يعني هناك عدة أسباب، أسباب متعلقة أساسا بأنه إحنا الجهة ما ورثته الجهة من عدم القدرة على استيعاب كل هذه الميزانية من موارد بشرية وأيضا تجهيزات وأيضا فقدان بعض الإدارات الجهوية، جعلت يعني هذا على مستوى جهوي، جعلت أنه يعني قدرة الجهة على التنفيذ ما زالت يعني تنقصها العديد من المشكلة. مش مشكلة مركزية، هي مشكلة جهوية. لا 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 مش مشكلة، لا لا أنا قلت خليني أنا نشخص، نعطي أنه هناك أسباب جهوية وهناك أسباب مركزية. على مستوى مركزي قلت أنه على مستوى التجهيزات ومستوى الموارد البشرية وغياب بعض الإدارات يعني الجهوية في القيروان، للأسف نحن في القيروان ما زلنا ما عندناش إدارات جهوية، ما زلنا تابعين معناها لسوسة يعني العديد من الإدارات. ومنذ 2012 تم إقرار أنه لابد من تركيز إدارات جهوية في القيروان، لا يعقل أنه بعد ثورة ما زلنا نتحدث أنه لابد من فك الارتباط، إلى حد الآن ما زال هذا قائمة. قلت أنه أسباب معنا قلة الموارد البشرية، التجهيزات على المستوى الجهوي، على المستوى المركزي أيضا مشكل الدراسات ومشكل الاعتمادات، كل ما نسأل على مشروع ما زال في الدراسات، البيروقراطية، تعطيل الإجراءات، تغيير الصبغة، يعني هناك العديد المشاريع لو انطلقت هذه المشاريع لغيرت وجه الجهة. على المستوى الصحي، وأنا أقول لك على المستوى الصحي يعني لأن احنا في وضع معناها كورونا، وأنا ما نعتقدش أنه أهل القيروان لو كان معناها ظروفهم يعني كانت جيدة لما خرج أهل القيروان وهم يخاطرون بحياتهم في إجراءات استثنائية، ونسأل الله سلامة الجميع في الكوفيد. احنا الوضع الصحي كان مبرمج يعني فما 3 مستشفيات جهوية ومستشفى جامعي، إلى الآن رغم أن المستشفى الجامعي يعني هيبة أجنبية ومستشفى الجهوي حفوز، القرض تم التصويت عليه في من عملية في المجلس نواب الشعب، أيضا المستشفى الجهوي متاع الحاجب 3 وبوحجلة اللي هو تقدمت الأشغال تقريبا 90% وما زالت بعض يعني الأشغال
ولم يقع بعد توظيف هذا المستشفى. دونك دكتورة أستاذة حبيت نفهم معناها المشكلة مش مشكلة اعتمادات مالية إضافية وإلا إثقال كاهل المالية العمومية اللي هي مثقلة عند ربي معناها زادة، إنما هو في غياب الإرادة السياسية في تنفيذ ما تم تعطيله لحد الآن. على كل يعني احنا كنقولوا اعتمادات الأصل أنه الاعتمادات هذه مرصودة، بعد ذلك هل هي حقيقة متوفرة نظرا للمالية العمومية أو غير ذلك؟ أقول هذا شأن إدارة ولا شأن الحكومة ولا دخل الجهة فيها، لأنه للأسف احنا زاد عنا مشكل عدم خلاص المقاولين، وهذا أدى إلى أنه العديد من المشاريع تتوقف. يعني وهذا هي مشكل حقيقي، لأنه الجهة الوحيدة اللي هي الدولة يلزمها تكون معناها ثيابل، نحن نشوفوا اللي العديد من المقاولين ما خلصوش. هذا الكل ما هوش مبرر. أنا نقول ممكن من أصعب شيء أنه تلقى الجهة عندها الاعتمادات متاحة، لأنه أنا وقت قار الاعتمادات اللي موجودة قبل الثورة واللي هي تقريبا في معدل 3 سنوات 84 مليون دينار، نجي أنا بعد الثورة نلقى الميزانية تضاعفت وإلا أكثر حتى من تضاعفت، ولكن يعني لم نجد القدرة على تنفيذها، وهذا مشكل حقيقي. يعني أهل القيروان يروا أنه فما قرارات وزارية، احنا لا نريد أهلنا اليوم في القيروان يقول لا نريد مجالس وزارية، نحن نريد تنفيذ المطالب اللي هي أكثر من 80 مطلب في مجلس وزاري 2015 ومجلس وزاري 2017، تم إقرار جملة من القرارات. نريد أن يكون فما استمرارية الدولة ومسؤولية الدولة، وتكون فما أنا نقول أنه لابد أن يكون فما إجراءات استعجالية استثنائية لتجاوز هذه البيروقراطية. الأصل السيد رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة، وعندما نتحدث عن بيروقراطية إدارية أو غير معقول، لأنه هناك من المسائل ما يمكن اتخاذها بإجراءات بأوامر بمناشير، وأنا امرأة قانون وأعي ذلك جيدا. المسألة صحيح نتحدث وإحنا على الصفقات العمومية وتعطيلها، ولكن رو عنا إحنا قرار في مجلس وزاري سابق يقول المستشفى الجامعي نتاع القيروان اللي رو التقليص واش نجيكم مدينة صحية اشتعملوا بيه المستشفى الجامعي طوا احنا شنعملوا بيتي حتى تجي احنا المشكلة انه فما معناها قلة ثقة حتى المستشفى الجامعي اهل قيروان وحتى المجتمع المدني يشكك، ودائما ما نجد هذه اللافتة وين السبيطار، رغم ان احنا نعرفوا اللي هو ما تقدم خطوات، ولكن لابد من التعجيل، لانه ما معنى ان ترى الماء ولا تشرب؟ نعم. مش معقول، معناها موجودة اعتمادات وموجودة برامج. احنا لو كان انا نقول لو نفذت هذه القرارات وهذه الاعتمادات لما كان حال القيروان هكذا على المستوى الصحي على المستوى النقل. احنا القيروان راهي 70% معناها ريف، وهي منطقة فلاحية بامتياز. وقت نشوف انا الفلاحة في القيروان ومعناها الترتيب متاحة في العديد من القطاعات الفلاحية اللي هي القيروان الاولى، ونشوف ترتيبها في التنمية، ونشوف مساهمة القيروان في المستوى الفلاحي، يعني 8% من الناتج الإجمالي الوطني، ونلقى القيروان يعني تتصدر الفقر وتتصدر معناها وتتذيل في التنمية. قول ما مردودية هذه القطاعات الفلاحية التي تتصدر فيها القيروان؟ هو أستاذة فريدة مع حق الجهة اللي مناقش حد فيه حتى حد، وكل الجهات في الاحتجاج وفي المطالبة بالتنمية والتشغيل، وهذا حق دستوري مضمون، ومع الظروف الاقتصادية اللي أنت أكثر معناها تعرفها أكثر من إحنا، ما تشوفش أنه ربما الإضراب إذا كان في أقصى حد أنه مش يحقق وعود من الحكومة تصدر للحكومات القادمة ولا تنفذ منها شيء، معناها كما شفنا في الوعود اللي قاعدين نشوفها في الحكومات المتعاقبة منذ 2011. القيروان أهلي في القيروان خلينا نقول هم مسؤولين في كل الحالات، حتى لما نفذوا إضراب ويعرفوا الكلفة بتاعه الوطنية، ولكن لم يطالبوا بشيء، طالبوا بتنفيذ قرارات سابقة واعتمادات مرصودة. لأني أنا أقول وقت أنا أنجزت اعتمادات مرصودة، أنت بيدك شكيت معناها شككت فيها ربما مرصودة؟ لا ما شككتش، لا قلت لا، أنا قلت هذه اعتمادات مرصودة، ما هو متوفر هذه تعرفوا الدولة سلطة تنفيذية. أما أنا قلت ما رصد للقيروان 1714 مليار، نفذ منه 48.61. أنا أبحث عن الأسباب مجتمعة سواء كان جهوي أو مركزي الذي جعل معناها التباطؤ هذا أو البطء في عدم تنفيذ هذه الاعتمادات. نحن لم نكلف الدولة شيئا إضافيا حتى نتحدث عن إثقال لمالية عمومية جديدة، وإنما نطالب أن تكون لأنه يكفي أن نحفز هذه الإجراءات. وأنا أقول لأنه العديد من المشاكل المتوقفة إما دراسة متأخرة، أنا قلت لك المستشفى الجامعي في قرار في مجلس وزاري قالوا أن نخفض من الدراسة من السنة إلى 6 أشهر، ولكن هذا كله بقي كلام منها أوراق. وأنا هنقولها وقلتها في مداخلاتي في الجلسة العامة، أنا أكثر شيء أصبح يزعجني ويقلقني أن كل موضوع هو في دراسات. ماذا يعني دراسات؟ المواطن يريد أن يرى أشغالا، وهذه مسائل حيوية، رأي الصحة
ونحن وقت نتحدث على القيروان اللي هي بما فيها من مزايا يعني حباها الله، ولكن على أرض الواقع بقية القيروان لم تتقدم. عندما نتحدث عن السياحة، وأنا دخلت في السياحة قلت رو كان يمكن وقت نتحدث على السياحة البديلة أن تكون القيروان هي رائدة السياحة البديلة لكل المقومات الموجودة فيها، الحضرية والثقافية والإيكولوجية. عندما نتحدث عن الفلاحة نجد أن القيروان تحتل العديد من المراتب الأولى، وكان يمكن إحنا معناش مصانع تحويلية، وكان من بين القرارات الوزارية هو معناها مصانع تحويلية. لماذا إحنا عندنا كل المنتجات الفلاحية اللي هي فيها الأولى ونجد مصانع؟ إحنا عندنا مناطق صناعية، المناطق الصناعية أسباخة اثنين، يعني الأشغال متاعها 70% وتوقفت. علاش توقفت؟ ثم مناطق صناعية أخرى، نحن نشوفوا اللي المناطق الصناعية هذه الدولة لفيه خذت أراضي، نصر الله وأبو حجلة خذت اقترت هذه الأراضي وبقيت مدخرات معناها عقارية ولم تتحول إلى مناطق صناعية. الحاجب فيها منطقة صناعية أهل يتفرجوا عليها وهي منطقة صناعية نموذجية، علاش المستثمر ما يجيش للحاجب؟ لأنه أولا المنطقة ما فيهاش طريق معناها دائري باش يدخلونها، وثانيا لأنه بنية تحتية ما تخليش المستثمر يذهب إلى الحاجب. علاش؟ إذا كان أخذ القيروان في 6200 معناها كيلومتر، الثلث نتاعها 2200 كيلومتر هي معبدة، وهذه المعبدة أيضا تحتاج إلى إعادة تهيئة. عندنا سكة رغو 69، عندنا سكة حديدية في القيروان، جات الفيضانات 69 ما عادش عندنا سكة. فما احنا معناها تم إقرار أن يكون فما زوج خطوط، إعادة الخط السابق وبرمجة الخط تنفيذة القيروان. في الدراسات لماذا لم تنطلق هذا؟ وكان هذا يمكن أن يحل مشكلة النقل في القيروان ويصبح الاستثمار سهل في القيروان. تفضل سي مراد. أنا باش نتفاعل ونتعجب في نفس الوقت، على خاطر المفروض الكلام اللي قالته السيدة النائب المفروض نسمعوه من عامة الناس، لكن أن نسمعه من مسؤولين هذه بصراحة أنا شيء حيرني. معناه وقت اللي رأى الضربات الجهوية نلقاو فيها النواب، نلقاو فيها ممثلي المنظمات الوطنية، نلقاو فيها رؤساء أحزاب أو رؤساء محليات أو رؤساء مكاتب جهوية محلية، الناس هذوما شكون يشكيوا؟ معناه هما شادين البلاد ومام توجي يشكي لك من جهه اخرى. راي معناها حاجه انا كتونسي توا نحي مخي كل شيء ونقول معناها اذا كان المسؤول هو نفسه يشتكي شنو هي الحل؟ معناها يعني البرلمان المفروض عنده حق المساءله للحكومه، حاجه ما مشاتش علاش تخلي فيها تتراكم؟ انت عندك ثلاثه دورات استاذه، معناها علاش تخلي فيها تتراكم في اللحظه هذيك؟ تتكلم عندك حق تسائل اي وزاره واي وزير وتنجم تحاكمه في معنى بالمعنى الأدبي معناه، وبالتالي التحرك يلزم يكون موجود، يلزمك أنت تفعل مش المواطن. هذا كلام المواطنين والكلام هذا اللي تقال في الجهات الكل رمارك، ولكن التناقض الغريب زاد في نفس الوقت أنه فما طلبات وغيرها ولكن حتى شيء ما هو قاعد يتغير. معناها نفس الناس اللي طالب في الجهات، وهذا مؤسف بين قوسين. أنا نستغرب من أنه التحركات متاع مسؤولين سياسيين اللي هم يمثلوا سلطة مركزية، وهذا ينعبر عليه بكل وضوح، عبرت عليه برشا مرات في مدى صوتي إلى أين يصل لي. أنا مانيش معناها منبر كبير أنا باش نوصل صوتي، لكن نعتبر أن ارتباط بعض المسؤولين اللي هم في سلطة مركزية ولا في مهام مركزية بجهاتهم هذا راه مخل بدورهم، لا يجوز. لا يجوز علاش؟ على خاطر كل واحد يجي يدافع على جهته، ولات الناس باش ما نتهم حد تقول اللي هذايا لاغراض انتخابيه، هذا لازم نتجنبوه، معناه وهذا لازم نقولوه، على خاطر اللي كان اليوم نتقابلوا باش نحكيوا على مشاكل، ماناش باش نقعدوا نمسحوا على بعضنا، معناها راهو فما مسؤوليه معناها مركزيه، وثم مسؤوليه تغيير مناطة بعهدة المسؤول الذي انتخب، ما يلزموش. انا ريت للاسف في بعض صفحات الفيسبوك نتاع مسؤولين، يبدا مسؤول كبير ويجي يتبكى يقول راهو عملت كذا كذا وما جاوبني حد. بالله المواطن البسيط كيف يقرا كلام كيف هذاك ايش تحب يقول؟ خلي السيد النائب يجاوب على شيء عاد انا وين ماشي؟ هذا سامحني يولي كاين تشجيع بصوره ضمنيه معناها النتيجه نتاعو، انه المواطن يأيس من كل اصلاح، يقول لك انت معانا الناس كلهم معانا ما نشكون ضدنا معناها باش يحير هو. تفضل استاذ. على كل انا لا اشاطرك سيدي الكريم مع احترامي لرايك، انا نقول لك اللي انا نتحدث عن نواب القيروان. نواب القيروان نهار اللي ترشحوا ينسوا الانتباه الحزبي، مش معناها هذاك معناها جحود. لا لا خليني نكمل. انا ما قلت لكش يا اخي، خليني ما قلت لكش راهو يتحركوا باسم الحزب. لا لا يا اخي انا خليني نكمل فكرتي، ولكن فقط حبيت نقول لك حاجه.
خليني نكمل. انا ما قلتكش قلت، انا قلت اذا كان الانتماء الحزبي معناها وقت الانسان يترشح في القيروان، وانا نحكي على القيروان، احنا هذا تصبح الجهه هي المعيار. وانا وقت نتحدث عن نواب القيروان تسعه، رانا احنا وقت نتحركوا في مطالب الجهه ونمشي للوزراء، وقت ترجع انت للمداخلات نتاعنا، ولا وانا نتحدث على روحي شخصيا، الكلام اللي نقول فيه نقول فيه من خلال وجود رئيس حكومه، ونطالبوا بكل ما قلته وكنت في جلسات اخيره، واللي قلته تو قلته في الجلسات امام رئيس الحكومه وفي المجالس الوزاريه. احنا نقولوا سؤال استاذه سامحني، سؤال بسيط في المجال هذا، وقت اللي انت طالب الوزير المسؤول ماذا يحدث بعد ذلك؟ خليني نقول لك، انا وقتي فما الاسئله الكتابيه، فما الاسئله الشفاهيه، فما الزيارات الميديه، ونحن ننسق مع الاطارات الجهويه مع والي الجهه، والعديد من اللقاءات تمت في الوزارات. المشكل انا قلتها، قلت التحجج، هاني قلتها لك جاوبتها لك، بالاجراءات الاداريه المعقده وبالبيروقراطيه وبالصفقات العموميه، وهذا دائما يكون جواب الاداره، وبقله الموارد البشريه وبالميزانيه وبالماليه العموميه والعجز نتاعها، وانه ما فماش انتدابات، هذه كلها حجج الاداره. وانت تعرف اللي انا سلطه تشريعيه، سامحني برك، انا في اطار العلاقه بين السلطات انا نعرف دوري الرقابي ودوري في المتابعه، ولكن لست سلطه تنفيذيه. انا وقت يقول راهو فما الجهه، يعني عندي جمله المشاريع، وزير سلطه تنفيذيه، وزير سلطه تنفيذيه، شكون حطوا الوزاره هذيك؟ الوزاره شكون صوت عليهم؟ لا سامحني سامحني، نحن نخلط بين، يا اخي اسحبوا 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 مساعدتكم. مساله ثانيه، انا وقت مش مساله ثانيه، لا اسمعني اسمعني، انا نقول فما فرق بين انك انت تمنح صلاحيه تمنح الثقه للحكومه كليه، وبين انك انت الدور التنفيذي. انا نقول راهو المسائل اللي انا الحكومه نقول راي يلزم تكون فما حكومه، واحنا هذاك وانا نتحدث باعتباري من نائب عن حركه النهضه، نقول انه رانا صوتنا لهذه الحكومه من اجل مصلحه البلاد، ولكن لا يعني ذلك انه وقت نحن تكون فما نقد بناء ويكون فما متابعه لهذه الحكومه فهذا دورنا. وانا نتحدث على ملفات الجهه، وانا نتابع في ملفات الجهه. النتيجة يا استاذه، اي نتيجه دورك احنا. إيه انت توا كيف هنا شكيت لنا، قلت راهو ما شكيتش، انا ما شكيتش، لا 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 انا ما شكيتش، شخص الموضوع شخص، راني تونسي مدام متفرج، لا لا سامحني انا لا تقول، تقول راي الاداره وكل شيء ما هو ماشي، وثم تمويلات مش قاعده تتنفذ، معناه ثم اشكال، راهو دوركم انتم باش تحلوه الاشكال. لا لا سامحني، مش دوري انا، دور انا اثير المشكل، القرار بسيد رئيس الحكومه، وانا وقت السيد رئيس الحكومه قال راهي ثم بيروقراطيه، قلت له انت رئيس الاداره ماهوش النواب وماهوش رئيس مجلس نواب الشعب، الدور الرقابي في المساءله وفي المتابعه وفي المراقبه هذا دوري. وانا وقت الحاجج رئيس الحكومه ونقول له راهو بامكانك انك تتخذ الاجراءات، واقترحوا علي حلول، تقول لك راك انت تنجم تعمل لجنه وطنيه لمتابعه المشاريع المعطله، تنجم تاخذ قرارات ان تكون فما لجان جهويه تنفذ. سامحني برك، انا قلت فما قرارات على مستوى املاك الدوله وعلى مستوى بعض اللافي انه تحتاج الى تفويض للجهات، مش وقتها يعتمدوا هذه التفويض والامضاءات حتى نعجل، والمساله البيروقراطيه هذه يعني نقص منها، وهذا في اطار الدور الاقتراحي لدور الحلول، مانيش ناقف عند التشخيص، بل انا نقول راهو فما قرارات لابد من التعجيل منها. وانا وقت شخصت واعطيت الحلول واعطيت الاسباب، ولذلك انا اليوم ما طلبتش رئيس الحكومه وما طلبتش الحكومه بان تعطي اشياء جديده للقيروان، انا قلت راهو انا تفعيل هذه القرارات. وانا وقت نقول راهو فما خلل بالنسبه عندي منطقه صناعيه مثلا توقفت، راني انا احتاج ان يكون فما تحقيق، وهذا قلته قبل ما نجي، قلته في جلسات عامه. مساله اخرى خليني نقولها، احنا في القيروان عندنا معناها تجربه نموذجيه، فما معناها توجه وراي عام يقول انه احنا عندنا اراضي دوليه وعندنا شباب عاطل، وانه بالامكان الاستثمار في هذه الاراضي الدوليه. عندنا تجربه رائده انطلقت من القيروان، واحنا رافقنا هذه التجربه، ولكن الان هذه التجربه متوقفه. عندنا تقريبا 11 شاب اخذوا معناها تحويز، محاضر تحويز، واخذوا اراضي دوليه على اساس انهم يقوموا بالمشاريع، ولكن هذه المشاريع توقفت بعد القيام بكل الاجراءات وبكل التربصات اللي تأهلهم باش يقوموا هما بالمشاريع. توقفت لانه ما فماش تمويلات، ولانه خطا اساسا، يعني الدوله وقت تعطي عقود، وكانت هذه الفكره من الاول، قلنا لا يمكن للدوله انها تعطي وتستاجر اراضي دوليه دون ان تكون هناك مرافقه للشباب، مرافقه على مستوى اولا التمويل، وثانيا اعطاء رخص بالنسبه لحفر الابار، لانه حقيقه فما مشكله نتاع حفر الابار. تعطي ينطلق مشروع نموذجي ولكنه مبتور، وطلبت انا في جلسه قلت لابد ان تتكون لجنه ثلاثيه من املاك الدوله والماليه والفلاحه، ولابد ان يكون هناك رؤيه ومقاربه عندما نتوجه بان يكون عندنا سياسه لتوزيع الاراضي الدوليه
وتشجيع الشباب خاصة أصحاب الشهاد ليستثمروا في الأراضي الدولية، لابد أن يكون هذه الدراسة كاملة ومرافقة للشباب، ولا يكفي أن نحن نعطي أراضي دولية. خلينا نوجه السؤال الأخير أستاذ فريد العبيدي، بعد هذا الإضراب يعني الكاتب العام للاتحاد الجهوي يهدد بالتصعيد البلاد اليوم حسب أكثر الخبراء وحسب بعض السياسيين وحسب حتى مبادرة الاتحاد تحتاج إلى هدنة اجتماعية اليوم، شنو المطلوب اليوم بعد هذا الإضراب؟ هو مطلوب أن الدولة، مطلوب من الحكومة أن تنتبه إلى مطالب الجهة، وأن الحقيقة أن يكون يعني الإضراب هذا رسالة وتكون الرد عليه إيجابي، وخاصة أنا قلتها ونعودها، نحن لا نحتاج إلى مجالس وزارية شكلية، نحن نحتاج إلى قرارات لتنفيذ هذه المشاريع اللي قلت أكثر من 80 مشروع بإمكانه أن يغير من وضع التنموي في الجهة، ومن حق الجهة أن يكون عندها يعني وسائل لتنفيذ هذه المشاريع، ثم تجاوز الصعوبات، لأنه حقيقة لابد أن ننزل الواقع، وأن نراو أحنا عنا نقص في الموارد البشرية كبير جدا لا يساعد الجهة على أنها تنجز، وأنه قرار إيقاف الانتدابات في العديد من القطاعات هذا قرار غير سليم. أنت مع تصعيد، أنت مع تصعيد الاحتجاجات؟ لا لا، أنا قلت معاه أنه الدولة تتقبل برسالة إيجابية هالإضراب هذا، وتشتغل على تجاوز هذه الصعوبات، لأنه ما طلب من القيروان لا يكلف الدولة شيئا إلا أن تكون ثم يعني جرأة في اتخاذ القرار والانتباه والتقاط اللحظة، لأنه أنا قلت العديد المشاريع المعطلة وهي متوقفة على إمضاء بسيط وإذا لم تصل وعلى هذه الرسالة قرار. إذا نعم؟ لم تصل هذه الرسالة للحكومة على كل لكل حال الحديث، أنا نقول أنه بالنسبة لي إذا كان الإضراب هو حق مشروع، ولكن أيضا ضوابط الإضراب، ونعتبر أنه المنظمات هي مسؤولة، وأنه اللي بشي يضر الجهة بل بالعكس هما حريصون كل الحرص على أنه نحن ننأى بالطلبات متاع الجهة عن كل توظيف، وأنا بإذن الله نقول أنه راهو بالعمل وبالالتقاط اللحظة سنتجاوز هذه الصعوبات، لأني كما قلت وانطلقت لا نريد مجالس وزارية تعطينا حاجة جديدة، نحن نريد أن يقع تفعيل ما تم الاتفاق عليه، والدولة هي التي أعطته لي ولاية القيروان، مش مزية هذا حق الجهة، ولكن استمرارية الدولة تقتضي أنه نحن ننفذ القرارات هذه، وأكيد أنه لابد أن نبحث عن الأسباب المركزية والجهوية التي أدت إلى صعوبة تنفيذ هذه المشاريع، وأنا نقول أنه انطلاق هذه المشاريع رغم من شأنه أن يغير من شأن الجهة، وإحنا طالبين رغم لطالب التنمية ولطالب التشغيل هي مطالب جهوية، ولكن حقيقة رو وضع كارثي في القيروان، مش كان في القيروان، هو كل حاجة نحكي على القصرين اللي تحت المرتبة الأولى في أدنى مستويات التنمية، والقيروان المرتبة قبل الأخير. إيه شو أنا شو؟ لا حبيت نقول أنه المسألة دي مش خاصة كان بالقيروان، خاصة بكثير من الجهات. ما وصلتني على القيروان، أنا قلت أنه التنمية مطلب لكل الجهات، ولكن رو أنت وقت تشوف القيروان ومساهمتها في الناتج الوطني وتشوف القيروان في الفلاحة اللي هي تحتل المراتب الأولى في العديد من المنتجات وما يقعش تثمينها وتحويلها في الجهة، ماذا يعني ذلك؟ واضح إن شاء الله رسالة وصلت على كل. شكرا أستاذ فريد العبيدي النائب في مجلس نواب الشعب، بارك الله فيك على كل ما تقدمت لي. شكرا لك الدكتور مراد يعقوبي. سجل أني ديما التساؤل متاعي ما عندوش إجابة، معناه كيف للمسؤولين أن يتساءلوا لماذا لم يتم هذا وذاك؟ ما معنى أن تتم إضرابات جهوية في كل جهة؟ ما هو المعنى منه؟ إلا أنه ثم ربما موضوع آخر نفتحه إن شاء الله، هو عمل سياسي بصراحة موش قاعد يقدم. واضح، شكرا لك مراد اليعقوبي، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.